تجدر الإشارة إلى أن هناك مصدران للعيون في سلطنة عمان، أحدهما عيون صخور الحاجر الجيرية، والثاني عيون صخور الأفوليت أو الصخور البركانية. وتتميز صخور الحاجر الجيرية بأنها حاملة ومنفذة للمياه عبر الشقوق والصدور، وغالباً ما تكون مياهها صالحة للشرب كما شاهدنا في العيون السابقة. بينما تعرف صخور الأفوليت بقلة نفاذيتها وبقدرتها على تحويل المياه إلى قلوية، وتعرف عند العامة بالعيون المرة التي تتدفق من صخور الأفوليت، وهي بطبيعة الحال غير صالحة للشرب. وفي شمال منطقة الباطنة معظم العيون المائية قلوية وقليلة التدفق. رغم أن مياه عين السخنة مالحة وحارة في نفس الوقت، إلا أن سكان وادي الحواسنة بولاية الخابورة يستخدمون مياهها في ري محاصيلهم الزراعية.